بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العلي العظيم. يوم رائع، وموضوع رائع عن قضية رائعة. هذه الآية المباركة التي توجنا وبدأنا بها الحديث، من الواضح جدا أنها نزلت في أمر الغدير. في هذه الآية المباركة يوجد أمر بالتبليغ، بلغ أمر، وهو المورد الوحيد في القرآن الكريم كله أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمرا صريحا بالتبليغ. ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنت يا رسول الله مأمور أمرا صريحا بتبليغها. وليس مجرد أمر صريح وهو كافي، إنما بعد ذلك تهديد. طبعا من البديهي الواضح عندنا أن هذا التهديد لا يقصد به رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله يعرفه والله خلقه والله عصمه، إنما لنعرف أهمية الموضوع: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا تهديد، تهديد صريح. هذا الأمر الإلهي، كلمة واحدة: بلغ، خلاص. أين الروعة؟ الروعة، كل الروعة في طريقة تنفيذ رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الأمر الإلهي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أمر النبي صلى الله عليه وآله بكلمة واحدة، رسول الله نفذ هذا الأمر. صنع رسول الله صلى الله عليه وآله في تنفيذ هذا الأمر الإلهي بكل اطمئنان أقول هذه الكلمة، صنع إعجازا، صنع بعمله لوحة فنية علمية بكل اطمئنان أقول لا نظير لها في تاريخ البشر. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله لتنفيذ أمر الله؟ عظمة النبي صلى الله عليه وآله
كلها أدلة بالآلاف. لا صدقوني لو دققنا في كلمات النبي صلى الله عليه وآله، في أفعال النبي، عظمة النبي، لها أدلة نفهمها بالملايين، لا أكثر أصلا، ما لا نفهمه أكثر طبعا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله؟ بلغ من مادة التبليغ، أمر من مادة بلغ، من فعل التفعيل، من باب التفعيل. التبليغ يعني الإيصال، التبليغ ليس معناه أن تقول، لا، أن توصل. مرة الإنسان يقول شيئا ولكن هذا الشيء الذي قاله ما وصل إلى الطرف الآخر، هذا ليس تبليغا. التبليغ هو الإيصال. يا رسول الله أوصل، قام رسول الله، من الله عز وجل كلمة، من رسول الله موج من العمل. أذكر لكم بعضها بسرعة طبعا. النقطة الأولى التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله لتنفيذ بلغ، أقول صنع لوحة فنية لا نظير لها في تاريخ البشر. لاحظوا النقطة الأولى، لماذا النبي صلى الله عليه وآله أخر تبليغ ولاية أمير المؤمنين من مكة إلى الغدير؟ لماذا؟ النبي كان يعرف، وقد نزل عليه جبرائيل مرات عديدة، لماذا أخر؟ بدوا الإنسان يرى أن التبليغ في أجواء الحج أفضل، في مكة، في المشعر الحرام، في عرفات، في منى، الاجتماع أكبر. هذه نظرة بدوية سطحية خاطئة أبدا. الإنسان في أيام الحج مشغول بأعمال، عنده مهمات. الإنسان المشغول الذي عنده مهمة يريد أن ينجزها تقبله ضعيف، طبيعة الإنسان. أنت في وقت انشغال فكرك، في وقت أنك مأمور بعمل مهم تريد أن تقوم بهذا العمل، استيعابك للأشياء الأخرى ضعيف. هذه أجواء الحج، بخلاف ما لو أنهيت مهمة استيعابك يكون في أعلى الدرجات. القضية يبدو لي أصلا بديهية، كل إنسان عنده مهمة، عندما ينجز مهمته يكون ذهنه وقادا بشكل غير طبيعي إذا كانت المهمة كبيرة. أما في أثناء المهمة من الخطأ توجيهه في الأمور المهمة إلا ما يرتبط بنفس المهمة. أما شيء آخر تريد أن تذكره له، نعم ما يرتبط بالحج لأن فكره مركز على الحج يتقبل، أما تأتي له بأشياء خارج عن الحج هذا خطأ. هذا أولا. ثانيا، لماذا النبي صلى الله عليه وآله أخر للغدير؟ ثانيا، بعد قليل سأذكر الوضع الجغرافي لمنطقة الغدير. هذا الوضع ما كان موجودا لا في مكة، لا في عرفات، لا في المشعر، لا في منى، لا في أطراف مكة، ما موجود هذا الوضع. هذا ثانيا سأوضحه بعد قليل إن شاء الله. ثالثا، في أجواء الحج الحجاج كان بإمكان شخص أن يعتذر بأنه ما كان موجودا، بعد ذلك يسأل، تعرف قضية ولاية أمير المؤمنين؟ كان يقول أنا ما كنت موجودا في أجواء الحاج، شخص يضيع. كان بإمكانه أن يقول كنت موجودا ولكن فكري كان مشغولا ما انتبهت. كان بإمكانه أن يقول كانت هناك خيم مانعة من الرؤية. كان بإمكانه أن يقول ألف شيء، ولكن أجواء الغدير ما كان من الممكن أن شخصا ينكر. الصحراء مكان مفتوح، سأوضح إن شاء الله هذه النقطة أيضا. هذه النقطة الأولى. وأساسا إلى يومنا هذا لاحظوا هم نفسهم الحكومة هناك
عندما تريد أن توجه الناس حسب تصوراتها عقائدها، لا توزع الكتب في مكة في المشعر في عرفات، توزع الكتب في المطارات. هذه طريقة طبيعية. عندما يريد الناس أن يرجعوا في طريق رجعتهم يعطوهم الكتب. تركيزهم على أين؟ في طريق الرجوع. الشخص أنهى مهمته، الآن يتمكن أن يتقبل، يتمكن أن يستوعب. أما أن يعطوه الكتب مثلا في مكة في عرفات، عادة يضيع، عادة لا يلتفت. هذه النقطة الأولى، تأخير رسول الله صلى الله عليه وآله هذا إعجاز في العظمة، هذه ليست عظمة عادية. تأخير النبي صلى الله عليه وآله تبليغ ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أجواء الحج إلى الغدير، أخر إلى الغدير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الموقع الجغرافي للغدير. منطقة الغدير كانت المنطقة الجامعة لكل الناس الذين يرجعون إلى بلادهم، هو مفترق الطرق. منطقة الغدير مفترق الطرق إلى مصر، إلى اليمن، إلى المدينة. الذي كان يريد أن يذهب إلى مصر كان يمر على الغدير، الذي يريد أن يذهب إلى اليمن كان يمر على الغدير، الذي يريد أن يذهب إلى المدينة كان يمر على الغدير. انتخب النبي صلى الله عليه وآله مكانا كل الحجاج الذين يرجعون من مكة إلى بلادهم سيمرون على هذه المنطقة حتما. هذا الموقع الجغرافي المهم للغدير. ثالثا، إخواني، معادلة جدا سهلة واضحة. خطب النبي صلى الله عليه وآله في مكة، خطب النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، خطب النبي صلى الله عليه وآله في أجواء مكة، عرفات، المشعر، منى. في بعض خطب النبي صلى الله عليه وآله كان قد حضر أكثر من 1000 شخص، في بعض الخطب كان قد حضر أكثر من 2000 شخص. طبعا هذه الأعداد في ذلك الزمن أعداد كبيرة جدا تعتبر. هذه الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله في حضور 1000 شخص، في حضور 2000 شخص، كم شخص من الرواة من الصحابة الذين كانوا موجودين في تلك الخطبة، كم شخص نقل تلك الخطب؟ عادة عددهم لا يتجاوز 10 أشخاص. من هذه المعادلة اعرف عدد الأشخاص الذين حضروا في الغدير. الغدير، حديث الغدير نقله أكثر من 110 من الصحابة. أكثر عدد من الصحابة نقلوا خبرا في كل تاريخ النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 110. إذا كان الحضور 2000 شخص والذي نقل 10 أو أقل، اعرف الحديث الذي نقله أكثر من 110 على أقل التقادير الحضور كان 20,000 أو أكثر، كمعادلة واضحة. وهكذا بقية الأحاديث. طبعا الأشخاص الذين ينقلون الأحاديث أكثر، ولكن هذا الذي وصلنا كمعادلة تقريبية تقديرية، عدد الحضور في واقعة الغدير كان على أقل التقادير 20,000. طبعا هو كأقوال عند المؤرخين أقل قول 10,000، ولكن هناك أقوال أخرى حتى للعامة، العلماء العامة، علماء العامة بعضهم أبلغ عدد حضور واقعة الغدير وخطبة النبي صلى الله عليه وآله في الغدير أكثر من 120,000. عدد من علماء العامة ذكروا ذلك، ولكن كحسبة تقديرية على الأقل كان الحضور 20,000 شخص. هذا الحضور في ذلك الزمن يعتبر حضورا لا أقول قل نظيره، حضورا لا نظير له.
المدن عدد النفوس المدن كان عادة دون 10,000. مدينة كبيرة في ذلك الزمن كان كل نفوس المدينة 5,000 6,000 7,000. مدينة الرسول صلى الله عليه وآله في زمن النبي صلى الله عليه وآله عاصمة البلد الإسلامي كان عدد نفوس المدينة 10,000 رجالا ونساء وأطفالا. 10,000 عدد لمدينة كبيرة عاصمة. النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير جمع 20,000 وأكثر من 20,000. كيف جمعهم النبي؟ الله قال له كلمة بلغ. انظر كيف بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله، جمع هذا العدد هنا. التخطيط كم كان عظيما. هو جاء إلى هذه المنطقة، استقر في هذه المنطقة، أمر من تقدم، أرسل إليهم رسل بسرعة ارجعوا، من تقدم ليرجع. من تقدم كم كيلومتر يرجع؟ بعضهم كان قد وصل إلى الجحفة، الفاصل بين الغدير والجحفة مسيرة نهار كامل، يعني بحسابنا اليوم 1,000 كيلومتر نهار كامل. شخص بالسيارة كم يسوق؟ كم كيلومتر؟ لعله أكثر من 1,000 كيلومتر. يعني ما كانوا تقدموا قليلا، أرسل إليهم وبعضهم كان قد بلغ الجحفة مسيرة يوم كامل. ارجع وانتظر حتى يلتحق به. جمع هذا العدد الاستثنائي الذي بالتقدير نقول 20,000 ولا العدد أكثر. بلغ بلغ. رابعا، نقاط بسرعة نذكرها. النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير اختار هذه المنطقة. لاحظوا الغدير يعني ماذا؟ الغدير هي الحفرة التي يجتمع فيه الماء، ماء المطر، هذا يسمى بالغدير. حفر صغيرة، حفر كبيرة. الغدير كانت حفر، طبعا كانت بعضها ضخمة جدا. أصلا لماذا منطقة الغدير مفترق الطرق؟ لماذا الكل كان يأتي إلى هنا؟ الغدير كانت حفرة كبيرة ضخمة جدا. مياه الأمطار، المياه آنذاك كانت شيئا قليلا، في الطرق شيء نادر. الذي يريد أن يذهب إلى أي منطقة يلزم أن يأتي إلى منطقة الغدير. لماذا؟ لأنه هنا كان يجتمع الماء، فكان الحجاج يأخذون الماء. طبعا هذا في الشتاء، في الربيع، في الصيف لا يوجد ماء أصلا، الماء انتهى. هنا تصوروا حفرة ضخمة جدا، لو أردنا أن نمثل لهذه الحفرة مثل ملعب، الملاعب التي تبنى، شكل الغدير هكذا، ولكن الملاعب فوق الأرض، الغدير على الأرض، تحت الأرض يكون. الناس جلسوا أطراف الغدير، يعني بالضبط مثل المدرجات. النبي صلى الله عليه وآله في وسط الغدير هناك، الكل يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان بشكل آخر لعل البعض ما كان يرى هذا الجمهور الكبير، ولكن المدرجات، شكل المدرجات تجعل النظر أسهل، تجعل حتى الصوت يصل بطريقة أسهل. الصوت في مكان مفتوح أو في مكان بهذه الصورة الصوت يصل أسرع وبصورة أفضل. الاختيار الدقيق، لاحظوا. خامسا، النبي صلى الله عليه وآله ورد في أحاديث عديدة، في أحاديث عندنا معتبرة، عند العامة معتبرة وصحيحة، أن صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وصل إلى كل هذا العدد. كيف؟ روايات عديدة وصحيحة أن كل من حضر، يعني هذا 20,000 على الأقل، أو 70,000 على قول آخر، أو 120,000 قول آخر، عندنا 180,000
هذا العدد يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله كيف؟ وأحاديث صحيحة أن الكل سمع النبي صلى الله عليه وآله كيف سمع؟ النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير، وهذا أشرت إليه في الأسبوع الماضي على ما ببالي، كان ينادي بأعلى صوته. رسول الله صلى الله عليه وآله فداء لجسمه الشريف، فداء لصوته الشريف، جسمه جسم خارق، جسم استثنائي، ما قطع النظر عن روحه، روحه شيء آخر أصلا، خارج عن استيعاب البشر، خارج عن استيعاب الملائكة. جسمه كان جسما قويا، جسما فيه القوى الطبيعية للجسم الطبيعي، قوى خارقة. هكذا شخص صوته كم كان رفيعا لا أعلم، كان ينادي، هذه العبارة واردة في الروايات حتى في مصادر العامة، في الرواية الصحيحة عندهم، كان ينادي بأعلى صوته، لا بصوت عال، بأعلى الدرجات كان ينادي. هذه الكلمة ما بحثت كثيرا، بالمقدار الذي بحثت ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله في الخطب كان ينادي بأعلى صوته، إلا في الخطب المرتبطة بقضية ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. التمهيد، يا رسول الله بلغ. نعم أبلغ. النقطة السادسة، النبي صلى الله عليه وآله أحيانا الخطب، عادة لا أقول أحيانا، أصلا عادة الخطب 99% من الخطباء، في 99% من الخطب عادة الخطب الخطيب يتكلم. خطوة النبي صلى الله عليه وآله ما كانت في الغدير، لعله أكثر الخطب كانت هكذا في الغدير، خطبة النبي صلى الله عليه وآله ما كانت هكذا. النبي صلى الله عليه وآله كان يجعل الجمهور يتفاعل معه، ما كان فقط يتكلم، كان يسأل منهم، يسأل وينتظر الجواب. أحيانا الخطيب يسأل سؤالا من الجمهور ثم هو يجيب، أحيانا الإنسان يسأل سؤالا واضح الجواب، لا يحتاج إلى إجابة، واضح الناس كلهم يعرفون. لا، النبي صلى الله عليه وآله سأل سؤالا واضح جوابه، ولكن انتظر من الناس جوابا، قال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ واضح قطعا يا رسول الله، أنت أولى بالناس من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نص القرآن الكريم. لا، ما مشى، ما قال هذه الكلمة ومشى، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ نظر إلى الناس، جاوبوا، أنا أقول جاوبوا، النبي ما قال، انتظر منهم الجواب. قالوا: بلى يا رسول الله. بس يا رسول الله كافي. أعادها مرة ثانية: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. انتظر منهم جوابا، يعني أوجد تفاعلا، شخص في هذه الأجواء ينتبه أكثر من الأجواء الطبيعية للخطب، عندما يضطر أن يجيب. قال مرة ثالثة: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. في بعض الأحاديث مرة رابعة سأل، ومرة خامسة سأل، في بعض الأحاديث التي وردت حتى في مصادر العامة، قال لهم: ألست أولى بكم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. مرة ثانية: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من أمهاتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من آبائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الراوي يقول: ثم قال صلى الله عليه وآله: ألست، 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 فصار الناس ينادون بأعلى أصواتهم: بلى يا رسول الله. ما الذي تريد أن تقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بهذه الطريقة الشخص يتمكن أن يقول: أنا ما سمعت، أنا ما التفت. حتى في بعض الروايات ورد أن الكلمة هذه أيضا كررها رسول الله 3 مرات: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لعله شخص يقول: أنا في الأثناء كنت عطست. النبي انتظر مرة ثانية، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مرة ثالثة قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نقطة سابعة، النبي صلى الله عليه وآله في وسط الغدير كان، طبعا الجمهور يراه،
أمر النبي بأمر خاص، أمر النبي صلى الله عليه وآله أن تجمع الرحال للجمال للإبل، صار مرتفع يعني في الوسط ومرتفع، ثم صعد النبي صلى الله عليه وآله على هذا المرتفع وخطب، يريد أن يوصل النبي أن ينفذ أمر الله عز وجل بالتبليغ، بلغ، يريد أن يبلغ. نقطة ثامنة، العديد، راجعوا هذه الخطبة الشريفة، العديد من الأمور النبي صلى الله عليه وآله كررها في الخطبة بنفس الألفاظ، كان يكرر أحيانا، أحيانا كان يكرر بألفاظ مختلفة، هذا اللفظ لعله أحد الناس ما عرف، لفظ ثاني نفس المعنى، لفظ ثالث، لفظ رابع، خصوصا قضية ولاية أمير المؤمنين، لعل الكلمات أنا ليس لي إحصاء، لازم الإنسان يراجع خطوة الغدير حتى يعرف، لعله 10 طرق من الألفاظ، الألفاظ المختلفة، خلافة، إمامة، ولاية، وصاية، وصي، خليفتي، إمامكم بعدي، وليكم، ولي المؤمنين، كل الكلمات التي تؤدي هذا المفهوم النبي صلى الله عليه وآله قالها في خطبة الغدير. النقطة التاسعة وما أعجبها من النقطة هذه، كم كان النبي صلى الله عليه وآله رؤوفا بالمؤمنين، أصلا لا نظير له، الله عز وجل في القرآن الكريم يصفه بهذه الصفة، بالمؤمنين رؤوفا رحيم، النبي كان كم كان حريصا أن المؤمنين لا يتأذوا، وكم صنع ما صنع لهذا الشيء. في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله ماذا صنع؟ جمعهم في أشد الحر، ليس عجيبا؟ يا رسول الله جئت بنا إلى الصحراء قاحلة في وسط الصيف في هذا الحر الشديد، كان الشخص يجعل جزءا من ثوبه تحته من شدة حرارة الأرض، الناس آنذاك ما كانوا تعودوا على التكييف، الحر كان عندهم عادي، الذين كانوا يعيشون في الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية كان الحر عندهم عادي، انظر الحر الشديد ما كان يتحمل. بعض الصحابة، الآن لا أتذكر من، أحد الرواة، طبعا هذه مبالغة لشدة الحر، يقول كان من شدة الحر إذا وضع اللحم على الأرض شوي، طبعا هذا مبالغة ولكن يريد أن يبين من شدة الحر. يا رسول الله جمعت الناس في هذا الحر الشديد جدا 5 دقائق 10 دقائق؟ لا، خطوة النبي لعلها بالطريقة الطبيعية تطول 3 ساعات. متى يا رسول الله؟ يا رسول الله اجعل هذه الخطة أول النهار بعد طلوع الشمس مباشرة. لا، النبي صلى الله عليه وآله جعل خطبته قبيل أذان الظهر، يعني قمة الحر. لماذا يا رسول الله؟ النبي بالمؤمنين رؤوف، ولكن رأفته على دنيا المؤمنين أقل من رأفته على آخرة المؤمنين، حريص على المؤمنين، حريص على آخرتهم أكثر من مما هو حريص على دنياه. القضية قضية مصيرية، يلزم أن تكون الأجواء غير طبيعية، كل إنسان، أنت، أنا، كل الناس في الأجواء الطبيعية أكثر الأشياء ننساها 90%، لا 95% من القضايا التي مرت علينا في أجواء طبيعية ننساها، أليس كذلك؟ أما الشيء الذي يمر على الإنسان في جو غير طبيعي مستحيل أن ينساه، أليس كذلك؟ شيء مر عليك ظرف غير طبيعي لا تنساه، مستحيل أن تنساه. النبي صلى الله عليه وآله خطبه 5 دقائق، عادة خطبه الطبيعية 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، هكذا كانت خطبه، يخطب مرة واحدة استثناء 3 ساعات في حر، لأول مرة في كل حياة النبي ولآخر مرة في كل حياة النبي، هذا شيء لا ينسى. ليس من الممكن أن ينساه شخص، بلغ، أوصل إلى قلوبهم، صنع شيئا لا ينسى. الناس يتأذون، نعم يتأذون، ولكن آخرتهم، آخرتهم أهم من دنياهم. بالإضافة إلى أن هذا الحر الشديد
الإنسان في شدة الحر يتصبب عرقا، هذا الشخص لا يتمكن أن ينام. في الخطب ممكن شخص ينام يأخذه النعاس، يقول أنا هذا المقطع من الخطبة ما سمعته، ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أما الشخص الذي جالس في حر يشوى يتصبب عرقا، هذا يتمكن أن ينام؟ جربوا نصف دقيقة لا تتمكن أن تنام في هكذا جو. النقطة العاشرة، عادة الخطب لكل الخطباء والخطب للنبي صلى الله عليه وآله كانت كلاما، غايته أنه سؤال وجواب، أحيانا قليلا النبي صلى الله عليه وآله ما اكتفى بالسؤال والجواب، أخذ بيد أمير المؤمنين، يعني تمثيل، يعني تصوير للعين، ليس فقط تسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا، أمر أمير المؤمنين أن يصعد على هذا الشيء الذي صنعوه من رحال الجمال، أخذ بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورفعها أعلى الدرجات بالمقدار الممكن حتى بان بياض إبطيهما. في بعض الروايات الشريفة حتى في مصادر العامة هذا ورد، النبي صلى الله عليه وسلم العبارة هكذا، حتى بان بياض إبطيه، يعني النبي ما رفع يد أمير المؤمنين هكذا، هكذا صنع، أخذ يد أمير المؤمنين رفعها، رفع اليد الأخرى أيضا. هذا المنظر ينسى في كل حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ صنع مثل ذلك؟ لا. كلام لا ينسى، أجواء لا تنسى، تصرف لا ينسى. النقطة الحادية عشرة، يا رسول الله خطبت هذه الخطبة العجيبة، هذه الخطبة لا تنسى، أمر أن تنصب له خيمة وتنصب لأمير المؤمنين عليهم وعليهم الصلاة والسلام خيمة أخرى، أمر المسلمين فردا فردا أن يدخلوا على رسول الله يهنئوه، وأن يدخلوا بعد ذلك على أمير المؤمنين ويبايعوه، حتى النساء. الطريقة مشهورة طبعا، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وضع يده في ماء، في طشت كبير من الماء، جعل حاجب، حاجز، المرأة كانت تدخل من الطرف الآخر، تجعل يدها في الطرف الآخر من هذا القدح الكبير من الماء، بعنوان البيعة، رجالا نساء الكل يجب أن يبايع. النقطة الثانية عشرة والأخيرة وليست الآخرة، يا رسول الله أمرت الناس أن يبايعوا؟ لا. توقف بعد الخطبة، قبل الخطبة كم يوم لا أعلم، يوم يومين، إلى أن وصل، إلى أن رجعوا هؤلاء، طالت الفترة. بعد الخطبة الشريفة توقف 3 أيام بلياليها، الناس يدخلون عليه صلى الله عليه وآله يهنئوه، يدخلون على أمير المؤمنين يبايعوه، 3 أيام الكل لازم يبايع. لنفرض شخص قال نسيت الخطبة، نسيت البيعة أيضا؟ ليس فقط مجرد شيء دنيوي، شيء أخروي، كثير من القضايا تصنع للآخرة. الله عز وجل يجعل ملائكة يشهدون علينا، لماذا؟ الله لا يعلم، يعلم كل شيء، لماذا جعل ملائكة حتى تشهد؟ هو يعلم ولكن يجب أن تكون هناك شهود. جعل الأيدي والأرجل تشهد على الناس في يوم القيامة، رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة يشهد. شخص يقول إلهي أنا ما سمعت النبي، رسول الله يقول يا كذاب، مثلا أقول أنت هنأتني قلت لي الكلمة الفلانية، أمير المؤمنين يشهد عليه، يقول له أنت جئت بايعتني قلت كذا وكذا، شاهد، يعني جزء من القضية أيضا للآخرة. يا أيها الرسول بلغ، لاحظوا النبي كيف بلغ،
في هذه النقاط، هذه النقاط القليلة، والنقاط هي أكثر من ذلك بكثير، هذا بمقدار فهمي القاصر، وعندي نقاط أخرى بمقدار فهمي القاصر، وما في الروايات الشريفة لو تأملنا فيها أكثر لوجدنا عشرات النقاط، وما خفي علينا أكثر من ذلك. النبي أمره الله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة، قال له بلغ، بلغ ذلك التبليغ الاستثنائي، مستحيل أن شخصا ينسى. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير كم مرة استعمل كلمة بلغت؟ كم مرة قال إلهي أنا بلغت، أيها الناس أنا بلغت؟ راجعوا الخطبة الشريفة. بلى يا رسول الله، فداء لاسمك الشريف، قد بلغت، وأي تبليغ؟ قد بلغت ولاية أمير المؤمنين، ما جعلت مجالا لأحد مهما كان عداؤه شديدا أن يقول يوما من الأيام أنا ما سمعت، ما ترك مجالا. ولذا يا رسول الله ابنتك الطاهرة الصديقة الكبرى التي هي كانت حاضرة في يوم الغدير أيضا، وهي من رواة حديث الغدير، قالت كلمتها المشهورة: وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذرا؟ ترك عذرا لأحد؟ أبدا ما ترك. بلغت يا رسول الله، نعم التبليغ، أفضل التبليغ، تبليغ لا نظير له. رسمت لوحة بعملك طبعا، لا رسم باليد، رسمت لوحة فنية في التبليغ لا نظير لها، لا يتمكن أحد في تلك الأجواء في ذلك الزمن أن يبلغ مثل هذا التبليغ، غير ممكن أصلا. انظر التخطيط العظيم كم كان رائعا، كم كان فنيا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أقوله في سطر واحد: الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وآله بالتبليغ، قال له بلغ، والنبي نفذ هذا الأمر أي تنفيذ. ورسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بنفس المادة من نفس الباب، قال صلى الله عليه وآله في خطبته الغديرية العصماء العظيمة: فليبلغ الحاضر الغائب. فقط الحاضر الغائب؟ لا، والوالد الولد إلى يوم القيامة. ليبلغ أمر أم لا؟ اسألوا من أي عالم في النحو في الصرف، لام الأمر واضح بديهي أصلا، من بديهيات النحو والصرف، مادة البلاغ. ومن نفس الباب، من باب التفعيل، بلغ من باب التفعيل، طبعا بلغ أمر للمخاطب، ليبلغ أمر ليشمل المغايب والمخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يأمر إلى يوم القيامة، فالبعض ما كان موجودا في ذلك الزمن، فلا يأتي بكلمة بلغ لأنه ما كان حاضرا، جاء بكلمة ليبلغ بلام الأمر، ولكن المادة نفس المادة، مادة البلاغ، والباب نفس الباب، باب التفعيل، بلغ من باب التفعيل، ليبلغ من باب التفعيل. النبي نفذ أمر الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وآله أمرنا بنفس الأمر. النبي الله عز وجل قال له كلمة بلغ، صنع ما صنع. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لنا كلمة، ماذا نصنع؟ أختم كلامي ببعض المقاطع من خطبة الغدير التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن أنه قد بلغ، وبالفعل هو قد بلغ. يقول صلى الله عليه وآله، وأختم كلامي بهذه المقاطع الشريفة، في مقطع من هذه الخطبة: ألا وقد بلغت. بلى يا رسول الله قد بلغت، فداؤك أرواح الخلائق كلها، ألا وقد بلغت. في مقطع آخر يقول صلى الله عليه وآله: اللهم إني أشهدك. ألا قد بلغت للناس، أيها الناس أعرفوا أنا وصلت إليكم، وصلت أم لا؟ وصلت إليكم. لا، يستشهد الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وآله: اللهم أني أشهدك وكفى بك شهيدا أني قد بلغت. في مقطع آخر من هذه الخطبة الشريفة يقول صلى الله عليه وآله: معاشر الناس،
قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنا علي أن أوصل، أوصلت. في مقطع آخر من هذه الخطبة الشريفة يقول: معاشر الناس، إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة، وراثة في عقبي بأمر من الله عز وجل، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله جعل. معاشر الناس، إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة، وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على من؟ على الحاضرين فقط؟ لا، عبارة عجيبة، حجة على كل حاضر وغائب، وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أو لم يولد. كيف يا رسول الله؟ كيف؟ حجة على الحاضر، حجة على الحاضر كان حاضرا، الغائب كيف يكون حجة عليه؟ حجة على من شهد واضح، حجة على أو لم يشهد يعني ماذا؟ حجة على من ولد نعم، حجة على أو لم يولد يعني ماذا؟ الطريقة التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله طريقة مستحيل أن شخصا يتمكن أن يقضي على الغدير، مستحيل. لو تمكنوا أن يقضوا على كثير من أحاديث النبي ينسفوها، يحرقوها، يبيدوها، لا يجعلون مجالا أن تصل تلك الأحاديث إلى النار، إلى الناس. ولكن الغدير ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله صنع شيئا صار من المستحيل أن أقوى قوة تأتي وتنسف قضية الغدير. اللهم صل على محمد. إخواني، عدد الحضور في يوم الغدير كان يشكل في ذلك الزمن عدد كبير على وجه الكرة الأرضية، كان كبير في المسلمين. عدد الحضور في الغدير لعله كان خمس كل المسلمين، سبع كل المسلمين، قل عشر كل المسلمين. اليوم المسلمون كم هم؟ مليار ونصف مثلا أو أكثر لعله. يعني اليوم إذا شخص مجابهة لا في التلفزيونات أمامهم جمع من مليار ونصف، جمع 150 مليون مسلم، قال لهم شيئا، هذا الشيء ممكن أن ينسف؟ مستحيل. هذا ما قال، الثاني ما قال، الثاني نسيه ترى، ينسف هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وآله خطب هذه الخطبة أمام عشر المسلمين أو أكثر، هذا الشيء ممكن أن ينسف؟ ولذا النبي صلى الله عليه وآله بكل قوة يقول: حجة على كل حاضر وغائب، وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أو لم يولد. حتما الغدير ستصل، قضية الغدير ستصل حتما. ولذا حجة على الغائب، ولذا حجة على من لم يولد، ولذا حجة على من لم يشهد. حجة على كل حاضر وغائب، وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أو لم يولد، فليبلغ هذا الأمر، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة. أبارك لكم العيد الذي لا زلنا فيه، عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار، عيد الله الأفضل، عيد الله الأعظم. هذه كلمات الروايات الشريفة، أفضل، أكبر، أعظم، أعظم حرمة في رواية أخرى شريفة. أبارك لكم هذا العيد، هذا العيد 3 أيام بدءا من اليوم 18 من ذي الحجة إلى اليوم 20، إلى نهاية، حتى نهاية نهار يوم 20، فلازلنا في أجواء هذا العيد المبارك. أبارك لكم هذا العيد السعيد. طبعا هذا الأسبوع القادم إلى يوم الخميس، بل بالتعبير الأصح حتى يوم الخميس، نكون في أجواء مباركة طيبة بذكريات سعيدة، أكثر من 10 ذكريات سعيدة مرتبطة بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام 8 من اليوم 18 من مثل أمس إلى الخميس القادم اليوم 25 من شهره
للحجة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله الذي لم يجعلني من الجاحدين ولا من المكذبين بولاية أمير المؤمنين. ربنا إننا سمعنا مناديا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا بفرحة رسول الله، بفرحة أمير المؤمنين، بفرحة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في يوم الغدير، أتمم فرحتهم بظهور ولدهم المهدي من آل محمد. اللهم ثبتنا على ولايتهم، اللهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم، اللهم زد في قلوبنا بغض أعدائهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا اتباعا لهم، اللهم زدنا ولاء لهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.